حبيبة قلبي، انت طول عمرك جميلة وطيبة وقلبك كبير. اعمل اللي انت تشوفيه صح، وانا عن نفسي عموما لسه يعني بفكر في عرض مجدي ومش هتسرع. ربنا يقدم اللي فيه الخير. عايزاكي تنامي، يلا تصبحي على خير. معاها حق، مش لازم اتمم موضوع الفيلا ده، هيخلي الناس تشك وتسأل جبت التمن منين. ايوه انا هخلي الفلوس في البنك تأمين للمستقبل، وهتبقى حاجة تكفينا شر اللي جاي. مهما اعتذرت يا فرح، احنا برضو لينا عندك حق كبير. لا وكل الناس كوم وانا كوم، تخبي خبر وصولك عن الناس لكن عني انا تونة حبيبتك واستاذتك لا بقى. ما تزعليش يا تونة، والله والله يا جماعة انا كنت راجعة تعبانة وما كنتش عايزة دوشة صحافة واستقبالات في المطار، بس اول ما تلميت على روحي جيت برجلي اهو. سلامة رجلين النجمة، سلامة كل حتة فيها. ميرسي يا استاذ، انتوا النجوم الاكبر. طيب بقول لكم يا جماعة، ايه رأيكم بقى ان احنا نفتح المسرح كده على اول الشهر، يعني يبقى باقي قدامنا اسبوع، يعني ممكن نقدر نعمل دعاية حلوة وننور المسرح كويس. انا تحت امركم، صحيح معروض عليا عمل كتير لكن هنسق. ها طب وانت يا تونة؟ والله تونة ليه عندك طلب صغير تنفذه تحت امرك. وانا عارف الطلب وتحت امرك، وحديكي دلوقتي حالا الدفعة، اتفضلي معايا اكتب لك الشيك في الحسابات وامضيهولك وانا واقف كمان. ماشي هنزلكم يا جماعة 5 دقايق. حضرتك بض. غريب، من امتى الاستاذ الهامي بيروح مكتب الحسابات بنفسه؟ ما يكلم امجد ويجيب له الشيكات لحد عنده. يمكن في سر بينهم بعض مش عايزين نعرف. سر ايه؟ الله حليم ستار. وبيني وبينك في سر انا عايز اقوله لك انت. خير؟ بيروت الاوتيل مجدي الوزاني. مجدي الوزاني؟ ماله مجدي؟ كل اللي جرب بيروت وصل. هو ايه اللي وصلك يا استاذ الشاهر؟ عايزك تفتحي لي قلبك وتقولي لي وصلت لفين. ايه اللي حضرتك بتقوله ده يا استاذ الشاهر؟ مالك انزعجت كده ليه؟ استاذ الشاهر من فضلك انا مضطر امشي. ايه تمشي عن اذنك؟ ايه ده سيبني تمشي؟ طيب يعني انت يا فرحه بنت العم؟ لا مش بنت شكل خفض. الو. ايوه فرح، انا اسف يا فرح. يا حنين. لا بجد انا اسف جدا، انا كنت قليل الذوق معاكي جدا. اصل انا فرح والله مشاكل شخصيه مأثره عليا جدا. يا سلام، انا عارف ان انا كان المفروض اقول كلام تاني يعني، وانا والله كنت هقوله يا فرح. برافو. بس والله يعني انا كنت عايز اقول لك ان انت وحشتيني والله، وان انا نفسي اشوفك، ويا ريت لو اشوفك عشان اعتذر لك وجها لوجه يا فرح. ايوه طبعا. امتى؟ حالا، انا نص ساعه واكون عندك. باي. يانسون ده مهدئ قوي للاعصاب. طبعا يا صالح انا مصدق كل الكلام اللي انت قلته عن الجماعه، بس بتعرفش ليه يا اخي مش داخل دماغي ولا قادر اصدق انك ما تعرفش اسماء الممولين اللي بيمولوا نشاط الجماعه، خصوصا اللي بيندوكوا بالسلاح. فندم انا كل اللي عندي قلته. امال ليه في ناس بتقول كلام مختلف عن اللي انت بتقوله؟ ناس مين دول؟ الناس اللي دلونا عليك وقالولنا على مكانك، بيقولوا انك ما شاء الله من القيادات الكبيرة. لا ده انت ايه؟ واصل لاكبر منهم. ما حصلش على بركة الله. تأكد يا صالح ان احنا هنخليك تتكلم وهتقول كل اللي احنا عايزينه. كل الجماعة في روما بعتلك سلامهم وبيشكروا فيك كتير ميسي وطالع. سنيور زكريلي
أنا مش قادر أصدق نفسي إني بسمع منك الكلام الحلو، منك أنت بالتحديد. هيدا حقك سنيور طارق. بس سنيور زكريلي ده الأستاذ الكبير قوي اللي مش من السهل إن هو يقول كلمة حلوة في حق أي حد. عموما في خبر إلك كتير حلو. خير، خبر إيه؟ لا أنا هسيبها هي تقول لك الخبر براحتها وأنا أسيبك شوية. خليك مستريح. باي باي. خير يا أمر؟ بصراحة هني خبرين. الأولاني إنك حتسافر سنيور طارق على روما وحتقابل هونيك أكبر القيادات. فعلاً؟ سي، ومش حتكون مقابلة عادية، هونيك حتعرف كل الترتيبات اللي حتصير لتشغيل التشانل. هما قرروا يبدأوا البث؟ سي، بعد شهر تقريباً حتبلش البث التجريبي وحيبلش الشغل عن جد، غير كل المشاريع الاقتصادية اللي عرفنا أسرارها من سي دي مجدي الوزاني، وحنضرب شركاتهم كلها وندمرها مشان نوصل لمسألة الاحتكار اللي إحنا عم نسعى لها من زمان. والخبر الثاني؟ سينيور طارق ما بيصير هون، بالفيلا. ماشي متر. يا ريت يا فرح تكون مشاعر الإنسان في إيده يقدر يفصلها عن حالته النفسية وعن أي حاجة ممكن تكون مسيطرة على تفكيره. يعني أحياناً ممكن الواحد يبقى في جواه حاجة وفي حاجة تمنعه إنه يقولها. طبعاً بيخسر، أنت فهمان يا فرح؟ ولو إن كلامك صعب بس أنا برضو فهمة بإحساسي، متأكد إن أنت مش بتكذب. أنا ما بعرفش أكذب أصلاً يا فرح. أنا لما شفتك النهاردة كان نفسي أقولك إنه يعني كأن الدنيا كلها رجعت لما أنت رجعتي. يوسف والله يا فرح ده اللي انا حاسه بالظبط، وكان نفسي كمان اقوله لك من قبل كده، من قبل ما تسافري حتى، بس الظروف اللي انا فيها بقى وسفرك المفاجئ والمشاكل اللي انا كنت فيها. معلش يا فرح انا اسف، بس ده اخويا ماليش غيره وملوش غيري في الدنيا دي كلها. انا تقريبا اللي ربيته، شلت مسؤوليته على كتافي من هو في تانية اعدادي. كان طبيعي ان انا اتاثر بكل اللي حصل له ده. انا اسف يا فرح. انا فاهمه ده كله مقدره ومزعلانه، كفايه اللي انا سمعته منك دلوقتي. حتى لما كلمتك عن الفيلم كان برضه يهمني مصلحتك. انا عايز اشوفك احسن حاجه في الدنيا يا فرح. وانا بحبك. ايوه يوسف بحبك، انت الانسان اللي انا اخترته عشان اكمل معاه حياتي. الكلام ده خطير جدا على فكره. انت متاكده من اللي انت بتقوليه يا فرح؟ اكتر من انا متاكده من نفسي. طب احلف لك بايه؟ اني بقيت اتمنى اني كنت شفتك من زمان. مش مصدق اللي انا بسمعه ده. أنا أسعد بني آدم في الدنيا دي. الناس ما يبصوا يسمعوا ويعرفوا كل حاجة. أنت عارفة الكلام ده معناه إيه؟ إيه؟ الحب التزام يا فرح. يعني كل حاجة هتتغير من دلوقتي. وأنا مستعد، أأمرني وشوف أنا هنفذ ولا لأ. لأ، أأمرك لأ، ما بحبش الطريقة دي. بصي، إن إحنا نحب بعض ده معناه إن أنا وإنتي وكل حاجة في الدنيا حوالينا. يعني لا أنا أتحكم فيكي ولا حد غيري يتحكم. أنا بس نفسي تدوب كل المشاكل اللي ممكن تأجل ارتباطنا ببعض. السرعة دي؟ من غير ما تعرفي ظروفي؟ ظروفك؟ أنا عايش معاك تحت أي ظروف. ده أنا اللي خايفة إن أنت تغير رأيك لما تعرف ظروفي. تعرفي كده عن يوسف محرم برضو؟ أنا أعرف عن يوسف محرم إنه أعظم راجل في الدنيا. هو ده الراجل اللي بجد. أنا بتكلم عن ظروف أخوك. أنا بجد لو بإيدي حاجة أعملها أعملها. أنت في إيدك إيه تعمليها فرح بس؟ تعرفي حد من اللي هرب معاهم؟ معاكي مصباح علاء الدين؟ نطلبه ونقول له رجع لنا رامي تاني؟ ان شاء الله ربنا يحلها من عنده ان شاء الله. خلينا فيك انت بقى، انت موهوبه فرح، موهوبه جدا وبجد، وحرام الموهبه دي تموت. محتاجه بس شويه تنظيم وان انت توجهيها صح. وانا موافقه، انا جايبه لك في العربيه كل الشغل اللي اتعرض عليا، تقعد تقرا
ومش هعمل اي حاجه غير لما توافق عليها وتكون راضي عنها. ان شاء الله اقعد سنتين ثلاثه في البيت من غير ما اشتغل. وانا هكون امين معاكي جدا، واللي يعرف يوسف بعد كده اكيد فرح تعرفه. انا بحبك قوي يا فرح، واسف اذا كان في اي حاجه اخرت من ان انا اقول لك اني بحبك. وانا هنتهز الفرصه دي وانتهز المناسبه اللي عندنا في البيت واعرفك على اهلي. مناسبه ايه؟ جواز اختي. ايه ده بجد؟ مبروك. الله يبارك فيك. عقبالك. ميرسي. بس خلي بالك اختي دي منافسه كبيره ليك في قلبي، كانت لحد وقت قريب اغلى مخلوقه في الدنيا دي كلها على قلبي. كانت. ها كانت. يلا بقى نعمل ايه طالما في حد تاني جه وشاركها في الحب ده؟ ايه بقى يا حبيبتي الخبر الحلو اللي انت اجلتيه لغايه ما نبقى لوحدنا وبراحتنا؟ ذكريلي يا بيبي. ماله؟ نهايته هتكون بعد ما تخلص رحلتك لروما. ايه ده؟ هيخلصوا منه؟ مش بمعنى يخلصوا منه يعني يصفوه، كل القصة انه حينقلوا لفرع تاني بعيد نهائيا عن الميديا. حيتنقل بس حيفضل في حياتك. حياتي؟ حياتي ببقى فيها غيرك انت وبس. حقيقي يا جري؟ حقيقي يا حياتي. والمفاجأة الأكبر؟ ايه هي؟ أهم تشانل في المجموعة اللي هتفتح قريبا انت اللي هتكون السوبرفايزر تبعها. انت بتتكلمي جد؟ اللي سمعته. انت مش معقولة. مش معقولة. انت اللي مش معقولة يا حبيبي. حبك هو اللي خلاني ما أخر عنك شيء، أي شيء. انت ما بتشوف بلع وينتك؟ بلع وينتي؟ لا بلع ويناتي بشوف، وبشوف كويس. طيب ليه بتلبسن؟ عشان محدش يشوفني كويس. انت خطير يا مولاي. وانت مصيبة يا مولاتي، مصيبة. لبسيني عويناتي. ألو فرح. وحشاني أكتر من روحي، أكتر من الدنيا كلها يا فرح. أيوة مستر مروان. إزايك مستر؟ أيوة طبعا مستر، ده أنت الأستاذ اللي علمني وساعدني إن أنا أخرج من الخنقة اللي كنت فيها. بجد متشكرة أوي مستر مروان. متشكرة؟ إيه يا فرح؟ أنت صوتك متغير معايا كده ليه؟ أنت مش عارفة أنت لما روحتي من هنا انا حصل لي ايه. انا كنت هاخد طياره واجيلك، بس جاتني مأمورية لاوروبا ولازم انفذها بسرعه. لكن من فضلك بلاش لكن، عشان صدقني ربنا هو اللي عمل كده. عمل كده عشان علاقتنا عايزها تفضل لغايه كده وبس، علاقه صداقه. وصدقني ده مش شويه، دي حاجه كبيره قوي. في ناس كتير قوي بتدور عليها وما بيعرفوش يلاقوها. بس انا بجد بتمنى لك حياه كويسه وان احنا نفضل اصدقاء. اصدقاء؟ اصدقاء ايه؟ بعد كل اللي حسيته فيكي واللي قلته لك وجايه تقولي لي اصدقاء؟ انا مصدوم وقلقان ومتفاجئ. بس خلاص يا فرح، انا مش قادر الومك لا على أحاسيسك ولا على قراراتك. روحي روحي، ربنا يوفقك، كان معايا ولا مع غيري. أشوف وشك في خير. نقول
عليه. خلاص لو انت حبيبي ما فيش حاجة نقولها، واصلين لدرجة حب ما حدش في الدنيا وصلها. انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي روحي شغلها، الثانية وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بحبك بحبك وبموت فيكي. انا كمان بموت فيكي، بس انا عايز افهم ايه الحالة اللي انتي داخلة بيها دي؟ حالة ايه يا يوتا؟ هو في ايه يا حبيبتي؟ فهمت، يبقى انتي اكيد قررتي تكلمي مستر مجدي وتقولي له يا مستر مجدي من فضلك تعالى اطلب ايدي من اهلي عشان انا وافقت. لا يا حبيبتي، المرة دي توقعك مش في محله. لا لا لا، مش فاهمة، عايز افهم. المرة دي انا هطلب مجدي الوزداني عشان اقول له ان انا مش هتجوزه. ايه؟ مش هتتجوزيه؟ زي ما بقول لك كده. يبقى الكلام اللي قالته عمتي جواهر صحيح؟ قالت لك ايه؟ قالت لي كلام عجب على الصبح. انت صحيح بتحبي يوسف محرم يا فرح؟ ايوه، بس دي اخبار قديمه، في دلوقتي الاجدد منها. اسمع الاجدد ده. الاجدد ان هو كمان بيحبني وصارحني النهارده وطلب مني الجواز وانا وافقت. فتحك يا فرح؟ ايوه يا عمتي، وسمعني احلى كلام سمعته في حياتي. يا حبيبتي ايه ده ايه ده ايه ده؟ اخيرا اخيرا نطق غريبه. مفيش حاجه غريبه عن الحب يا يوتا، الحب هو الدنيا، وانا قررت اعيش احلى ما في الدنيا. مش هتجوز غير اللي بحبه، مش اللي تجيلي منه مصلحه. الو، يا استاذ الصبح، انا اسف جدا لازعاجك، استسمحك بس في 5 دقايق من وقتك، انا جاي على الجريده دلوقتي. طيب متشكر جدا، سلام عليكم. اتفضل يا جو، اتفضل. معقول انت محتاج استئذان يا راجل؟ انا عمري قفلت باب مكتبي قدام اي حد في هيئه التحرير. ما هو ده تقديري برضه، اصل الموضوع مهم جدا. موضوع ايه بقى؟ حمله مقالات ناوي اكتبها يا استاذنا. نقد طبعا، اقعد. يعني هي مش بالظبط كده. يعني ايه بقى مش بالظبط كده؟ يعني هي مش هتبقى نقد ولا تحليل فني، بس نقدر نقول برضو انها قضيه تخص الفن، قضيه كبيره وبتهدد الفن وعايزه تصيبه في مقتل يا استاذ. للدرجه دي؟ واكتر يا استاذ. شوقتني، عايز اسمع تفاصيل. موضوع جريء فعلا يا صاحبي. بجد عاجبك يا محمد؟ عاجبني جدا. التيار ده في منتهى الخطوره يا يوسف، لازم كلنا نقف له ونتصدى له. وانت بقى برافو عليك، انت حولت رايك في موضوع رامي من قضيه شخصيه لقضيه راي عام. ربنا يطمنك يا محمد زي ما طمنتني. لا يطمن جدا، طمني انت بس من الناحيه التانية. الناحيه التانية؟ هو في ناحيه تانية؟ فرح. فرح، قول لي انت ايه رايك في الدخله اللي انا دخلتها عليها دي؟ مش حلوه؟ ها، اصلا انا لقيت نفسي فجاه لساني اتفك وقلت لها كل اللي عندي. بص يا يوسف، انت عشان صاحبي وخايف عليك في موضوع عايز اقولك عليه. موضوع يا محمد؟ وبخصوص مين؟ بصراحة كده في كلام سمعته عن فرح، وخايف الكلام ده يكون حقيقي. اللي بقوله لكم شاهد شاهد يبقى مظبوط بنسبة 100%. يا عم ايه ده؟ ابوس ايدك تاني. اهدى ازاي؟ يعني ما يهمكش سمعة الناس اللي شغالين معاك في مسرحياتك؟ ازاي الكلام ده يا شاهد؟ طبعا تهمه. يا سيدي تهمني تهمني، بس احنا لسه مش متأكدين. الكلام اتسرب من جوه الفندق لناس اصحابي هم اللي قالولي. غريبة جدا، مع ان البنت ما كانش باين عليها حاجة. امال كان باين عليها ايه؟ يعني واحنا هناك كان الوزاني بيحاول معاها، بس هي كانت رافضة، كانت نفرة. نفرة؟ يا حبيبتي الطريقة محسوبة، ما تبقيش طيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي البنت جت من كام يوم، اشمعنى يعني ما طقتش في دماغي غير النهاردة وأعصابك فلتت؟ كنت بحاول أقنع نفسي وأعديها، لكن ما قدرتش، لو الموضوع اتعرف هتبقى مشكلة. يعني إيه يا شاهد؟ أنا مش فاهمة. يعني إيه؟ ما هي باينة إيه؟ عايزها تسيب المسرحية يا فوزي. ما تسيبها، ما تسيبها، اللي خلانا عملناها نعمل غيرها. يعني أنا قصدي يا شاهد؟ لا، لكن أسامينا ووضعنا الاجتماعي. مالهم؟ لازم نحافظ عليها. مش قوي كده يا عم شاهد. لا، السمعة دلوقتي بقت منظر والناس ما بترحمش. أنا شخصيا هحطها في دماغي ومش هسيبها. شاهد؟ مفيش شاهد. يا شاهد؟ في شاهد. إيه الكلام زي السم ده يا كرداحي؟ أكدب عليك يا نسا، سمعته امبارح أكتر من 10 مرات في كل مكان بروح. والخوف بقى ان الصحافه تعرف الواقعه السودا دي. ما انت عارف يا امير شغال معانا وما بينزلش من زور. انا نفسي اعرف مين ابن الرفضي اللي عمال يحفر ورا فرح العمده كده. بيقولوا ان شاهر 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 شاهر. طب وشاهر شاهر هيعمل كده ليه؟
يكونش غيران من فرح لتاكل لقمه من بقه. بس ده راجل وهي ست. الله اعلم بالنفوس. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه؟ لازم ننبه البنت المسكينه اللي عمالين ينهشوا في لحمها دي. يعني نبلغها؟ لازم طبعا. انا دلوقتي هنزل معاها نشتري شويه فساتين وحاجات لزوم الشغل الجديد. معنى كده بقى ان انت واثقه فيها 100%. كرائيه كرداحي مالك فيك ايه؟ ده انت اللي معرفني عليها. انت ناسي انك تعرفها من قبلي ولا ايه؟ وبعدين يعني انت كنت شفت عليها حاجه وحشه ولا كنت شفت عليها حاجه وحشه؟ وناسي انك قلت لي انها زمان سابت الشغلانه عشان الرجاله بيبصوا لها انها ست حلوه وبس. مش ناسي. انما يعني انما ايه يا كرداحي؟ لا ما تزعلنيش منك. اوعى تقولي انك شاكك فيها ولا مصدق الكلام اللي بيتقال ده. انا متلخبط بس الحقيقه بقى مش ناسي يوم ما رفضت تاخدك معاها في السفريه الغريبه دي. يا سلام. ودي يا اخويا حاجه تخليك تشك فيها؟ اسمع يا كرداحي، يعرم ربنا اني من اول يوم اشتغلت مع الست دي وانا مرتاحه لها. يا اخي ده انا عمري ما شفت عليها حاجه وحشه تخليني اشك فيها ولو حتى 0.5%. منهم لله البعد ده. معقوله يجيبوا سيرتك بالشكل ده وانت واكله معاهم عيش وملح ومعشرهم في شغلهم كمان؟ وانت سكت لهم بعد كده؟ أم القرار ده ايه؟ سكوت؟ ده انا مش بس هسيب لهم المسرح، ده انا مش هشتغل معاهم بعد الليله دي ولا اي حاجه. لا معلش يا فرح ما تزعليش مني، ده مش كفايه. ايوه يا فرح، بس انت ليه ما اقنعتهمش في ثانيه زي ما اقنعتينا؟ اقول لك الصراحه يا ابراهيم، انا كنت بتلكك لهم على اي غلطه. ناويها من زمان يعني؟ من زمان قوي. ما تضحكش عليكم، انا من بعد ما عرفت يوسف وقربت منه ومن دماغه بقيت افكر في كل حاجه. عاد الحسابات يعني؟ بالظبط كده. طب ده مش قطع عيش يا فرح. يا عمتي اكل العيش ده بتاع ربنا، احنا كل اللي علينا ان احنا نسعى ونسيب الباقي على ربنا ونختار الطريق الصح. كده طنط جواهر تفتكر ان فرحنا وش وحش عليكي. لا فشر طبعا، ازاي تقول كده؟ ده انتوا فرحكوا ده هيبقى احلى فرح في الدنيا ان شاء الله. هو انتوا مش حجزتوا ولا ايه؟ حجزنا. وانا بعد اذنكم جبت لكم كروت الفرح. والنبي طب هما فين؟ هقوم اجيب لك. استني بصي، هو احلى واحد عندهم، لو عجبك هننفذ على طول. وريني. الله ايه الحلاوه دي؟ بصي شياكي يا عمتي، بصي. ما انا شفته وقريت لهم قران علشان امنع عنهم الحسد والعين. هو ده الكلام الصح وهو ده اللي لازم يشغلنا. اما بالنسبه للقرار التاني فده ما فيهوش فصال، مش هتراجع عنه ابدا. احسن قرار خدتيه يا فرح. بجد يا يوسف؟ طبعا. ما عندكش فكره انا ببقى مبسوطه قد ايه لما بتوافق على حاجه اعملها. ما اكدبش عليكي، في اشاعات كده اتسربت في الوسط ووصلت لكام صحفي، بس انا قلت استنى واشوفك هتعملي ايه. بصراحه عملت الصح. انا عارفه ان انت كنت بتتمنى كده من زمان، يمكن حتى من قبل ما تعرفني. طبعا. بس مش المسرحيه بس اللي انا عايزك تعتذري عنها، في حاجات تانية عايزك تعتذري عنها. انت تقول لي ايه اللي انت عايزني اعتذر عنه وانا اعتذر عنه الا حاجه واحده، حبي ليك. بص يا ستي، بصراحه من غير زعل، الافلام اللي انت اديتها لي كلها ما تتقريش، ملهاش اي علاقه بالدراما ولا بالسينما اساسا. يا نهار اسود، ده انا كده هشحن. طب انا اشتغل ايه بقى يا حبيبه قلبي؟ ما انت لما تعتذري عن التفاهه دي هيجيلك الحاجات الكويسه. هتيجي ازاي الحاجات الكويسه اذا كان مراد الزهيري ومصطفى رستم زمانهم دلوقتي واخدين مني موقف؟ لا، الفنانين اللي بجد ما بيفكروش كده ابدا، بيحترموا فنهم بجد. سيبيلي انا مصطفى رستم ده وانا هعرف اقنعه. وبعدين الموضوع مش واقف عليهم، في ناس كتير غيرهم محترمين، في شباب كتير جديد ومتحمس وما خدش فرصته. حبيبي يا يوسف، انا واثقه فيك جدا وموافقه على كل حاجه تقولها. شبيك لبيك، فرح العمده عبدتك وملك ايديك. هوبا، قلتي بقى الكلمه اللي انا ما بحبش اسمعها خالص، لا احب اسمعها ولا احبك تقوليها خالص. كلمه ايه؟ قصدك عبدتك؟ بالظبط كده. انت لا عبدتي ولا عبدة حد خالص، انت عبدة ربنا سبحانه وتعالى وبس. طب انت اخبار اخوك ايه؟ رامي لسه مفيش اخبار خالص، بس انا قررت ابعت له رساله. ازاي؟ لا مش هبعتها له هو لوحده، هبعتها له هو واللي معاه كمان. في سلسله مقالات نازله قريب، عايزك تقريها انت كمان وتتابعيها. ده اللي داير عليها ساعة الباشا من ساعة ما رجعت، سي يوسف مسح لها مخها ومشيها على هواها، حاجة تقلق. اللي يقلق ايدك اللي على الفاكس، شيلها. حاضر يا باشا. كده مفيش قلق خالص. ازاي يا باشا؟ سيبها يا سلامة، سيبها تعمل اللي هي عايزاه براحتها خالص. أمرك يا باشا، لكن ما لكنش، احنا هنخش لها في الوقت المناسب ونديلها كل حاجة ونمشيها تاني على مزاجنا. على مزاجنا لوحدنا، ساعتها بقى الصدمة هتبقى أشد، مش عليها هي بس، لا
على كل اللي فكروا انهم يقدروا يغيروها ويخلوها واحده تانيه جديده. فهمني يا سلام يا ريجي. انا بصراحه يا باشا مش فاهم بس انفذ. عليك نور، وهو المطلوب اثباته. يلا اخلع انت دلوقتي وخليك على اتصال بيا، وكالعاده دبه النمله ما تفوتكش. مش بس تعرف هي بتعمل ايه، لا بتفكر في ايه، بتتمنى ايه، ولو قدرت تعرف هي بتحلم بايه وهي نايمه. حاضر باشا. سلامه. نعم باشا. اصحى ركز فوق وروح. يلا. حاضر باشا. هانت هانت وعدي يا ايام، على رأي اللي قال يا بكره الجاي انا في عرضك تجيني اوام. الو ها نجمه. ايه يا رب ما كنتش ازعجتك ولا خدت من وقتك السمين. لا ابدا يا مستر طارق، بس الحقيقه انا. انت ايه مالك يا قمر؟ قلقانه من ايه؟ انا وعدتك قبل كده ان لا يمكن هطلبك الا في الخير. ده انا عايز افاجئك واديكي مكافاه، جزء من المكافآت اللي انا قلتلك انها مش هتقف ابدا. مكافآت ايه تاني يا مستر طارق؟ انا اظن اخدت حقي وزياده. لا طبعا ما ينفعش في التليفون. قوليلي انت فين. خلاص كويس قوي، يا ريت بقى نتقابل عشان تعرفي المكافاه بنفسك. حاضر. لا مش هكسفك يا مستر طارق. طيب يلا ما تتأخريش، وقفلي بقى عشان انا اللي طالب. بهزر معاك يا مولاتي. باي. استاذة لبنى من اكبر مقدمات البرامج في القنوات الفضائية كلها. تخيلي يا فرح، لبنى بقالها شهر بحاله بتتحايل عليا عشان تطلعي معاها البرنامج. بجد دي حقيقة، أنا صراحة مبسوطة قوي قوي إن أنا شفتك، ما كنتش مصدقة نفسي أصلاً. لا وإيه حامل معاكي حوار؟ أنا مش قادرة أقول لك أنا فرحانة قد إيه. ربنا يخليكي، ميرسي خالص. بس أنا معلش آسفة، يعني أنا مش بتابع الفضائيات قوي يعني. وحضرتك في أنهي قناة؟ لا دي قناة جديدة، لكن اللي بيتابعوها مين؟ أهم الشخصيات في المنطقة العربية والشرق الأوسط. البرنامج ده ممتاز يا فرح، هيعمل لك شعبية كبيرة قوي لما تطلع فيه. لا خلاص اوكي، ده شيء يسعدني يعني. والله يعني ممكن نسجل الحلقة دلوقتي حالا؟ دلوقتي حالا؟ معقولة؟ الله، وايه اللي مش معقول فيها يا مولاتي؟ يعني اغير لبسي مكياجي. لا 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 لا، ما تشيليش هم الموضوع ده خالص. انا هبعت معاكي عربية لغاية البيت، تغيري براحتك وتلبسي براحتك. اما بالنسبة للمكياج احنا عندنا اعظم بتوع مكياج في القناة، وبعدين حضورك هو اللي يهمني يا فرح. يلا 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 يا فرح، بلاش دلع عمار، نص ساعة مش كتير. وبعدين ما تقلقيش، القناة بتاعتنا بتقدر حجم النجوم كويس قوي، وبعدين بتدي مقابل مجزي جدا جدا. لا وإيه؟ بالدولار. ما شاء الله، قمر كالعادة تاتشود. ميرسي يا لبنى، ربنا يخليكي. بقول لك إيه، هو إحنا نتكلم في إيه في البرنامج؟ هنتكلم عن السلام. السلام في الحياة الفنية؟ بص يا فرح، هنتكلم عن السلام بصفة عامة. انت مش بتحبي السلام وتحبي ان هو يسود في كل حتة؟ طبعا. خلاص، ده بقى الموضوع اللي هتدور حواليه الحلقة النهاردة، انك تأكدي على المعنى ده، انك بتحبي السلام وتحبي ان السلام يسود في كل مكان، وخصوصا بقى في الشرق الأوسط وفي البلاد الموجودة في الشرق الأوسط. لازم يعيشوا مع بعض في أخوة وسلام. طبعا بجد هدف جميل يعني، بجد عجبني قوي البرنامج بتاعك. طيب يلا نبتدي. يلا يلا، احنا جاهزين يا جماعه. اوكي يا جماعه جاهزين نسجل. 5 4 3 2 1. الفنانه فرح العمده، بنرحب بيكي. هو في ايه بالظبط يا جوليا؟ انت بتقولي ان في تعليمات جايه لي من روما عن طريقك انت؟ شو سنيور طارق، ما بيصير يعني انا انقل لك التعليمات؟ لا ما اقصدش، بس شو، ليش سنيور زكريلي ما حكاك بنفسه؟ هتعرف كل شيء بس نوصل على روما قريبا.
واحنا هنسافر روما؟ انا حسافر بالاول، وانت بعد ما تعمل ستوري صغيره على مروان نعيم هتجيبه معك، بس بشرط بالاول في امر مهم لازم تنفذه. وايه الامر المهم ده؟ تبعد الولد والبنت عنك، تبعدهم نهائيا من على الفيلا، وديهم على الدار اللي جبتهم منها او اي دار تاني، بس المهم تبعدهم عنك. ليه؟ ليه؟ لانه المرحله الجايه بدها كتير تركيز منك، والتعليمات الصادره بتقول انه لازم تغير استراتيجيتك اللي انت ماشي عليها. موضوع الجمعيات الخيريه وهالقصص هيدي ما عاد لها لازمه، كل مرحله وإلى خططها. عملها ذكر لي، عملها قبل ما يمشي، عايز يحرمني من الشيء الوحيد اللي ليه طعم حقيقي في حياتي، عايز يحرمني من اجمل احساس واحلى لحظات بعيشها. عم بتقول شيء سنيور؟ ما بقولش جوليا، ما بقولش، بس نفسي افهم هو زكريا اللي بيعمل معايا كده ليه؟ وانا قصرت في اي حاجه طلبتوها مني؟ بعدين انا قلت لك يا جوليا ان اللي بعمله هنا ده واجهه اجتماعيه تبعد عننا اي شك وتساعدنا في الشغل. هو زكريا اللي عايز ايه مني بالظبط؟ زكريا اللي ما خصه نهائيا بالموضوع. امال مين؟ مين؟ انت؟ انت يا جوليا اللي كنت ورا القرار ده؟ انا ورا المكافآت اللي حتشوفها بعد ما تنفذ، انا ورا تجاهل الاداره تصرفاتك اللي تصرفتها من غير ما ترجع لها. سينيور طارق، بدي اياك تفكر كتير منيح بالمكافآت اللي جايه، واكثر بكتير بدي اياك تضلك طارق النعماني اللي عرفته واعجبت فيه. برنس، سيادتك اتفقت مع إدارة الدار إنهم يرجعوا الولد والبنت؟ أيوه، بس إياك تقول لهم أي حاجة، أنا عاوزك تاخدهم معاك زي ما اتفقنا، على إنك هتفسحهم شوية وبعدين هتوديهم الدار عشان يشوفوا مدام رجاء بعد ما رجعت، وهم هناك في الدار هيعملوا اللازم. أيوه بس يا برنس، سيادتك بتحبهم والولاد بيحبوك. أحبهم؟ بحبهم دي كلمة قليلة على مشاعر ناحيتهم، بس أعمل إيه؟ إحنا مصيرنا مش في إيدينا، أوعى تفتكر يا إيهاب في أي لحظة إن إحنا مصيرنا في إيدينا، عشان ناخد حاجات لازم نضحي بحاجات. أوامرك يا باشا. على فكرة يا إيهاب، لو الولاد سألوك عني إيه؟ قول لهم إن خرجت من بدري ومش هقدر أودعهم. قول لهم اتصرف بقى يا إيهاب، يلا يلا. يلا بطل، يلا دودو، تعال تعال تعال. قول لي إيه رأيك؟ مروان نعيم؟ يس، سوق الأغذية المحفوظة ببيروت تمام. مالتو جراتسي جوليا. تكرم عينك سينيور، المهم ما تزعل، بس بليز يعني توصل للإدارة
انه البزنس تمام وحقق نجاح كبير. اوكي. رامي في حاجة؟ علاء شوقي عدى عليا من شوية، اداني شوية الأكل اللي جنبك دول، اداني كمان الجرايد. وإيه المشكلة يعني؟ المشكلة يا أخ رامي في الجورنال ده، مش ده الجورنال اللي أخوك يوسف بيكتب فيه؟ ماله الجورنال؟ افتح بنفسك وشوف، اتفرج الأستاذ كاتب إيه في صفحة 9. أنا برضو تلمستك، فضلت أتحنجل حواليها بالأسئلة لحد ما قالت كل اللي أنا عايزاه. كل اللي الخطة عايزاه يا لبنى، وهو ده المهم. ما هو إحنا ما كناش بنعملها نجمة ونعليها للدرجة دي كده في الهوى، لا ده إحنا كنا بنعمل لها أرضية عشان تقدر تتكلم بلسان المنظمة وتنشر أفكارها. اطمن يا مستر، حصل، كلمت أحلى كلام عن السلام، وقالت كمان إنها موافقة ضمنياً على التطبيع، بس مش بشكل مباشر، بطريقة ملفوفة كده ما تخليش صاحبها المثقف يقلب عليها، على الأقل في الوقت الحاضر. هايل هايل يا لبنى. المجموعة كلها في إيطاليا لازم تعرف إن النموذج اللي أنا صنعته بمعرفتي عمال يحقق في نجاحات ولسه. دليل ان انا دلوقتي بحاول او اغير كل حاجه، لكن شو الحل اللي قايته وما قلت لي عليه؟ انا كنت حاسس ان الموضوع ده في شيء. حيرتي يا عمتي؟ اعصابك يا حبيبتي، انا اول مره اسمعك بتقول كلمه زي دي. ده مات، انت مش خرجتيه من حياتك. ام وصلتها لخراب البيوت. اختي ابراهيم ونفسي اشوفها اسعد واحسن واحده في الدنيا. واللي مش عاجبه يشرب من البحر. نفس العمليه اللي اتعملت قبل كده. عايزين الحرامي قبل الطريق ما يبقى مسدود. وكافئ من لحم ودم. مفيش حل انه لازم يعتذر لها. لا والله ضحكتني يا حبيبي. ايوه يا عمتي، بس هو انسان برضه. بس البنت عجبتني في ردها على الناس اللي روجوا الاشاعات. الخطر بيهددنا كلنا. بس كده يا عمتي تحرقي المفاجاه. أما اللي زرع شر يبقى سلوك.